يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير. موضوع الأسبوع هاد السيمانة بدينا نتكلم على موضوع الحشرات الفتاكة والمضرة بزراعة الذرة في بلادنا، وملي بدينا وحنا غاديين دابا مع الذرة ديالنا ملي تزرعات وبدات تنبت حتى بدات تكبر ودير الورق ديالها، وكل مرة تنشوفوا الحشرات والبخوش اللي يمكن لهم يتسلطوا عليها في كل وقت من كل الكبر وصلات له. واليوم وصل بنا كلام باش ندويو على حشرة كتير ما تنتكلموا عليها في اي زراعة ولا شجر ولا فلاحة تتدار في هاد الوقت. هاد الحشرة هي الرتيلة او الرتيلات، لان منها انواع، ومن اهم هاد النوع ديال الرتيله كاين الرتيله الصفراء اللي تتيبس الورقه من قوه المصند الماء منها، وتيبانوا المصائب ديال هاد الرتيله على الذره بالنقاط الصفر فاش تكات الرتيله الورقه، وملي تيكثروا النقاط تتصفر الورقه وتيبدا لها ليبوس من التحت ديالها. وتنصحوا الاختصاصيين باش الا كانت الرتيله تتجي كثيره وكل مره باش يداوي الانسان بدواته يقضي على البيض ديالها، اما الا كانت تتجي غير مره يداوي الفلاح بدواته يقتل الرتيلات الصغار والكبار. لكن في كل هاد الحالات خاص الكميه ديال الماء اللي تترش مع الدواء تكون كبيره بزاف. ملاحظه اليوم، في الحقيقة الحشرات اللي تكلمنا عليهم اليوم في كلامنا على موضوع الحشرات اللي يمكن يهلكوا زراعة الذرة واللي هما حشرات الرتيلة، كتير ما تكلمنا عليهم لا على مطيشة والبحيرة ولا على الدالية والشجر ديال الحامض والفواكه. وكل مرة كنا نأكدوا على أن هذا الرتيلة اللي تيشجعها شوية هو النشاف والعطش ديال الزراعة ولا ديال الفلاحة، وهذا الشيء قلناه بالنسبة للزراعة تتسقاو. لكن اش يمكننا نقولوا فيما يخص الزراعة ما تتسقاش بالكل وما عايشة إلا على الشتوات الاخرين اللي تيطيحوا في الربيع؟ وهنا تنفهموا جميع وبسهولة كبيرة علاش هاد الزراعات البورية تتكون دائما مهددة بهاد الرتيلة، وبالخصوص من اللي تحبس الشتاء ويبدأ يسخن الحال. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.